اهلا بيك في الجزء الثالث من الكاستمر اناليسيز، وانا معاك محمود والقيلة، وده الدبلومه بتاعه الريل استيت. دلوقتي المفروض احنا خلاص شغالين على الدبلومه، والمفروض حاليا في الجزء الثالث بتاع دراسه العمل. طيب ما تنساش اهم حاجه تطبق معايا الجزء بجزء وتتابع معايا، علشان لو في حاجه مش واضحه قدامك، حتى لو انت شايف ان انت النقط دي فاهمها وعارفها، فانت تابع معايا. اكيد في عندك نقطه فيها معلومة مختلطة، أو عندك جزء محتاج فيه معلومات أقل، فعلشان تطلع بأقصى استفادة من الدبلومة دي لازم تتابع وتطبق معايا جزء بجزء، وتبعت لي الحاجات اللي بتطبقها علشان تكون أخدت أكبر استفادة. تمام، تعالى بقى نتكلم دلوقتي عن الجزء الثالث في السايكس دبليو. احنا خلاص اتكلمنا او شفنا طبيعة الكلاينت مع البرودكت، دلوقتي عايزين نشوف طبيعة الكلاينت مع السوق، طبيعة الكلاينت مع السوق والمنافسة، وهل الكلاينت ده هيفضل ان انا ليه علشان يشتري من عندي، ليه يشتري من عندي وما يشتريش من اي حتة في السوق، ليه يشتري البروجكت ده من عند شركتي انا كبروكر او من البلاتفورم بتاعتي وما يشتريش، او في حالة المقارنة لازم ياخد باله او يفهم الفاينل ماشي ازاي، ولازم أن يكون عارفين كويس جدا، لازم نكون فاهمين طبيعة الكلاينت. زي ما قلنا هستفاد ايه من الجزء ده، عايزك تطلع فاهم الكلاينت بتاعك، تطلع فاهم الكلاينت بيفكر ازاي، طريقة تفكيره. اللي بيفرق اعلان عن اعلان، بيفرق كونتنت عن كونتنت، بيفرق ماركتنج استراتيجي عن ماركتنج استراتيجي، طريقة التفكير. فانت كل ما يكون عندك معلومات وفهم اعمق للكلاينت بتاعك، كل ما انت هتقدر ان انت تستهدفه بشكل احسن، تقدر تلعب على كونتنتس مختلفة، تقدر تبني بلانس مختلفة، تقدر تلعب على تكنيكس واستراتيجيات مختلفة وما إلى ذلك. تمام؟ طيب خلينا بقى نخش في الجزء بتاع النهاردة، وهو الجزء التالت. خلينا كده نفكر كده، العميل بيشتري منين؟ يعني العميل دلوقتي لما هيجي يشتري هيشتري منين؟ هل هيشتري من عندي ولا بيشتري من منافسين؟ طب ايه طبيعة المنافسين اللي هيشتري منهم؟ هل هيشتري من منافسين ديفلوبر، ولا هيشتري من البروكر، ولا هيشتري من بلاتفورم بتاعت بيع زي بروبرتي او عقار ماب وما الى ذلك، ولا من اولكس، ولا هيشتري ليه يشتري من عندي؟ ده الجزء اللي احنا لازم نفكر فيه وبنأكد عليه. طيب خلينا كده نشوف، هل البرودكت ممكن يشتريه منين بالظبط، او النقط البيعيه او مراكز البيع اللي ممكن يشتري منها. خلينا نقول كده ان هو المنافس ليا جزئين. اول حاجه الشركات، تمام، المنفذه للمشاريع، والشركات تسويق العقاري. تمام، دول اكتر اتنين هو الكلاينت بيشتري منهم. طب ليه بيختار ده وبيختار ده؟ خلينا بنقول ان هو بيختار من الشركه الديفلوبر بشكل دايم، او شركات البونر، علشان التراست، عشان يكون واثق ان هو فعلا بيشتري بسعر مناسب، بيشتري بالبروجكت ويقدر يلاقي حد يتعامل معاه. تمام، طيب الجزء التاني، ليه بيشتري من شركات التسويق العقاري، او ليه هيشتري من بروكر، او هيشتري من سيلز فريلانسر او ماركتيرز او ايا كان، علشان يضمن ان هو يكون معاه فيرايتي كتير، يضمن ان هو يكون في اختلافات كتير. انا كشركه ديفلوبر المفروض ان انا بديله البروجكتس بتاعتي بس، بديله المساحات المتوفره عندي بس، بديله الاد فاليو اللي انا بقدمها بس. طب كبروكج او شركات التسويق العقاري، هو عنده كل الشركات، فعنده كل الاحتمالات، عنده كل التفاصيل، عنده كل المشاريع اللي اصلا هيديني مقارنه ما بين السوق بشكل كامل، عشان كده بيختار الشركات التسويق. طب لو انا شركه تسويق عقاري، يبقى انا واجب عليا جدا جدا ان انا اعمل براندنج، وان انا اكون بدل تراست للعميل ان انت بتشتري من شركه الديفلوبر ايا كانت هي الشركه. تمام، او انت هنوصلك بشركه ديفلوبر بشكل دايركت، ومش بناخد منك اي فرق فلوس، ولا بناخد منك اي حاجه، هي نفس الفلوس اللي انت هتدفعها. تمام، طيب لو انا بشتري، لو انا شغال في شركه ديفلوبر، لا بضمن له ان انت هتشتري البروجكت بالمساحات اللي انت عايزها في البروجكت، هنقدر نقسط لك، وعندنا فاريتي مختلفه عن البروكر اللي انت ممكن تشتري من عنده. فخلينا فاهمين كده المناطق
اللي ممكن الكلاينت يدور فيها علشان يشتري منها، او السبلايرز، او يعني مثلا لو احنا بنتكلم مثلا ان انا ك بروكر، فالسبلاير بتاعي او اللي بيديني بالبرودكت نفسه او البروجكت نفسه هو الشركات الديفلوبر. تمام، هي نفس الفكره. تمام، فخلينا كده نفكر الكلاينت ممكن يشتري منين. طب ده هيفيدني في ايه بقى بعد كده؟ هبتدي ان انا اتقمص شخصيه الديفلوبر. تمام، هبتدي ان انا اشتغل، لو انا شركه ديفلوبر هبتدي اوصل للكلاينت في كل حته. تمام، هبتدي ان انا ابلغ، وده كله هنطبقه في استراتيجيات جايه، وطريقه الامبلمنتيشن هنرجع للكلام ده وهنستخدمه وهندور عليه وهننفذ منه كمان الشغل بتاعنا. تمام، طيب هل بقى الاي كوميرس بالنسبه لي، او الشغل كاي كوميرس مهم بالنسبه لي في استراتيجيه البيع بتاعتي والاستراتيجيه بتاعت الماركتنج بتاعي؟ مهمه جدا 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 كمان. طب هل انا اقدر اشتغل من خلالها؟ بالفعل ممكن اقدر اشتغل من خلالها واشتغل منها بشكل كبير جدا جدا جدا. فلازم اشتغل بالنسبه للعميل بشكل كبير في الاندستري دي. تمام، الاندستري بتاعت ريال استيت مهم فيها جدا جدا الاي كوميرس، لكنه صعب فيها شويه. تمام، يعني انت عشان تشتغل لازم تطبق اي سي او، لازم تطبق اجزاء في الايدز بتاعتك مهمه جدا جدا عشان تقدر ان انت العميل يجي لك بشكل مناسب ويقدر ان هو يشتري منك بشكل كبير. تمام، طيب هل انا اقدر انفذ ده باي طريقه بالظبط؟ انا ممكن انفذ ده من عن طريق الشركات اللي بتقدم لي خدمات، زي عقار مام، زي اولكس، زي بروبرتي، زي الويب سايتس دي، وفي منها كمان مجاني. هنطبق على كل ده وهنشوف كل ده دلوقتي، نشتغل عليه كمان في طريقة الامبلمنتيشن. تمام، طيب ايه تاني ممكن افكر فيه بالنسبة للكلاينت؟ هل انا بشتري من العميل اللي بيشتري من عندي اصلا من مصر؟ تمام، ولا من بره مصر؟ ولا هو ممكن يكون مصري بس هو عايش بره مصر؟ ولا معظم العملاء اللي عندي هم اصلا جنسيات مختلفه بس عايزين يجوا مصر؟ تمام، انا دلوقتي عندي انواع مختلفه من العملاء، هل هو مصري وبره مصر، ولا هو خليجي مثلا وعايز يعيش في مصر؟ ولا هو مثلا مثلا خلينا كده نقول ان هو خلاص مصري وعايش بره مصر وعايز يجيب حاجه في مصر، ولا هو اصلا بره مصر وعايز يعيش في مصر، ولا هو اصلا مش مصري وبيستثمر في مصر؟ خلينا نعرف كده طبيعه الناشوناليتي بتاعت الكلاينت نفسه، الناشوناليتي بتاعت الكلاينت نفسه، لان ده كله بيفرق معايا بعد كده في طريقه شغلي. هل انا استهدف ناس مصريين؟ طب انا لو دلوقتي عايز استهدف المصريين اللي عايز، ليه مثلا اجي اقول او والله، او بعض الشركات تقول والله ده انا عايز استهدف الناس اللي عايشين في مصر وبيشتروا من مصر؟ تمام، وفي ناس تانية تيجي تقول لك والله ده انا عايز استهدف المصريين اللي عايشين بره مصر وبييجوا يشتروا هنا. كل جزء من دول ليه بتختاره؟ ما ينفعش ان انت تقول كده من باب ان انت شفت حد باع هناك خلاص. لا، هي استراتيجيات وطريقة شغل، استراتيجيات وطريقة شغل. فأنت عايزك تعرف إيه الناس اللي بتشتري منك، طبيعتهم، تمام، طريقة شغلهم، الكلام اللي بيشتغلوا بيه وطريقة الشغل بالنسبة لهم، لازم تفهم الكلام ده. والله أنا عندي وأنا بعمل الأناليسيس بتاعتي عرفت إن كل الناس اللي معظمها بتشتري مني أصلاً هم مش من مصر، وأنا بقالي فترة عمال أستهدف دول مثلا القاهره الجديده، وعمال استهدف دوله مصر. تمام، ففي احصائيات ونتائج هتطلع معاك من شغلك انت ما كنتش واخد بالك منها، او مش عارفها، او مش ظاهره بالنسبه لك. هل الناس بقى اللي عندك عندهم ديفرنس نيدز، يعني عندهم احتياجات مختلفه، نيدز مختلفه، ولا كلهم نفس الاحتياجات؟ خلينا عارفين ان احنا ده اتكلمنا فيه قبل كده وده اشتغلنا عليه، لكن دلوقتي عايزين نعرف هل احتياجاتهم انت هتلبيها، ولا الاحتياجات دي
انت مش هتقدر تلبيها. تمام، احتياجات زي اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، زي مثلا مساحات معينه محدده، تمام، او مثلا محتاج مثلا طريقه قسط معينه محدده، تمام، وما الى ذلك. فهل احتياجاتهم مختلفه؟ هل في ناس محتاجه حاجات والله احنا شغالين اكتوبر وبنشتغل على منطقه اكتوبر، لكن الناس احتياجاتها في العاصمه، في ناس كتير بتجي لنا عايزين العاصمه، تمام؟ فخلي بالك من الجزء ده بشكل مهم جدا جدا، علشان مش هينفع ان انت تعديه او انت تفوته. طيب خلينا بقى نتكلم بعد كده عن الجزء بتاع العملاء. خلاص شفنا احتياجاتهم ورغباتهم، خلي بالك من الجزء ده بشكل كبير كويس جدا جدا. خلينا نتكلم عن الجزء بتاع نقط البيع المعروضه. نقط البيع المعروضه، هل المنتج المعروض في نقط بيعيه اصلا انت بتلعب عليها؟ ايه البوينت اللي انت بتشتغل عليه؟ بوينتس اوف سيلز، تمام. النقط البيعيه لازم تكون عارفها كويس جدا جدا من بتاع السيلز، تمام، عشان تكون مربط بينهم. بعض المشاكل اللي بتحصل ان بيكون الكلاينت يسمع او يشوف حاجات في الاعلان ويجي بتاع السيلز يكلمه يقول له لا والله الكلام ده مش عندنا، او الكلام ده مش مظبوط، او الكلام ده مش بالطريقه دي. فايه النقط البيعيه اللي هيلعب عليها بتاع السيلز مقابل او قصاد النقط اللي هيشتغل عليها في الماركتنج، تمام، علشان تكون النقط مختلفه قصاد بعضها. والله النقط البيعيه دي هتيجي منين؟ النقط البيعيه دي هتيجي من النيدز بتاعت الكلاينت. لما احنا اشتغلنا المره اللي فاتت على الفاليو بروبوزيشن، لما احنا اتكلمنا على الجزء بتاع الفاليو، وقلنا ان الجزء الفاليو بروبوزيشن او في الجزء بتاع الكلاينت ايه الحاجات اللي انا بقدمها والحاجات اللي محتاجها، هتيجي هنا وتظبط ده. والله زي ما احنا قلنا الناس محتاجه نقط معينه، او انا بقدم نقط معينه وبيطبقها مع النيت. والله الناس محتاجه مساحات محدده، حلو، طيب محتاجه طريقه قسط، حلو، كويس جدا. طب انت بقى كسيلز في طريقه السيلز بتاعتك، بتاع السيلز انت بتلعب على ايه؟ والله انا بلعب على ان انا اكلم العميل وانزله زياره عشان يشوف المساحات، تمام، المختلفة، تمام، التصميم، حلو جدا. يبقى احنا هنا متفقين، هنا انا بشتغل على نيدز معينة، دي احتياجات عند الناس، وانا عندي نقط بيعية بشتغل عليها، فلازم أنا اوفر ده فعلا للناس. هل الاثنين دول متوافقين ولا لا؟ هل انا فعلا المساحات او الحاجات اللي محتاجها للكلاينت نفسه هي نفس النقطة اللي انا بلعب عليها كبوينت سيلز واسوق لها ولا لا؟ حاول تجاوب على الاسئله دي وتفهم الكلاينت بتاعك، بلاش تخمن. يعني الناس لما تحضر معايا، في ناس بلاقيها بتقعد تخمن، بتقعد تجيب حاجات افتراضيه من دماغك، ما تجيبش الكلام ده من دماغك. انا عايزك تطبق ده على البروجكت اللي معاك، تطبق ده على الشغل اللي معاك، وتفهم كويس جدا 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 هل انت الكلام ده ايه النتائج بتاعته بالنسبه لك، واشوف التطبيق ده على النتائج بتاعتك، واشوف الكلام ده على البروجكت اللي انت شغال عليه.